السلام عليكم. إليكم بعض نجوم كرة القدم الذين اعتزلوا كرة القدم سنة 2023. البداية بإيدن هازارد لاعب ريال مدريد، الإسباني دافيد سيلفا وعازف الليل مسعود أوزيل، والسويدي أزلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان، القطار السريع الويلزي جاريت بايل، أسطورة الحراسة الإيطالية بوفون مع فريق بارما، بالإضافة إلى سيسك فابريغاس، هامشيك نجم نابولي السابق، أسطورة توغولي إيمانويل إيدي بايور، أسطورة البرازيل خواكين. من اللاعب الذي تفتقده وكنت تتمنى أن يستمر في لعب كرة القدم؟ رأيك يهمنا إلى فيديو مقبل.